شيخنا العراق ساعة معركة؟ يعني قدر الإمكان هو يريد أن ينأى بنفسه عن المعركة، لكنه العدو يريد أن يدخله بهذه المعركة لحسابات. أي نعم. فقدر الإمكان شنو الحسابات؟ الحسابات هي بالنتيجة هم حسابات سياسية اقتصادية، يعني لأجل فرض أجندات، فهم قدر الإمكان قاعد يحشرون العراق. تمام. ممكن نشوف الأراضي العراقية هي جزء من ساحات الاستهداف الكيان الصهيوني ردا على اغتيال الشهيد هنية؟ يعني ممكن حضراتكم تشاركون بهذه الرد الإيراني؟ يعني بيان سماحة الشيخ واضح على الشهيد لما نزله بحق الشهيد إسماعيل هنية، وكذلك بالشهيد السيد فؤاد شكر. فؤاد شكر أيوة، قال إنه أي اعتداء على أي دولة من المحور سوف تكون المقاومة جزء من هذا الرد. يعني ممكن جماعة يردون؟ ممكن جدا يردون بالتزامن مع الرد الإيراني؟ هسه هذا بعد تكتيك يعني عسكري. تكتيك عسكري من يقود هذا التكتيك العسكري؟ المحور. هاي النقطة بدي أوصل لها. المحور أي غرفة عمليات المحور، أخذها بكل صراحة. أي غرفة عمليات للمحور. المحور. نعم. المحور نتحدث محور عنه. المقاومة. إيران، العراق، سوريا، لبنان، سوريا، واليمن. اليمن. وغرفة عمليات تقود كل هذا المحور. نعم. والعراق جزء منه. جزء من المقاومة الإسلامية في العراق جزء من هذا المحور. يعني إيران قود المقاومة. قودكم. محور وليس إيران. لم نقل يعني بقيادة إيران. قلنا دعم. غرفة عمليات مشتركة. زين. أي نعم. وتطرح الرؤى وتطرح المصالح. كل واحد عنده مصالح بلده يقدمها، وكيفية الرد هو اللي يكون إلى شسمه. وبالتالي يعني هو صاحب الأرض وهو صاحب الشيء. بالتالي ممكن العراق يشارك بهذا الموضوع. نعم. فصائل المقاومة العراق حضراتكم. نعم. تشاركون بالرد مع. وكان بيان التنسيقية الأخير. حزب الله. بيان التنسيقية قال إنه أي رد أي اعتداء على إيران أو لبنان كذا سوف يكون لتنسيقية المقاومة موقف ورد ومشاركة.